في الحقيقة أنه شوط كبير جدا قطعته الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في إطار سعي مصر لمواجهة أثار التغيرات المناخية. وإحنا مقبلين على كوب 28 أو كوب 28، وبعد عام من مرور أو تنظيم مصر أو استضافة مصر لكوب 27، قدرت مصر أنها تحقق نجاحات كبيرة جدا من خلال برنامج نوفي، وبشكل خاص في محور الطاقة اللي ساعد في تحقيق أهداف استراتيجية، الأهداف طبعا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول لنمو اقتصادي مستدام وخفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. خلينا نعمل كشف حساب ونعرف ما الذي حققته مصر في مجال التحول الطاقة المتجددة. ماذا حدث خلال هذا العام؟ هل نجحت مصر بالفعل في خفض هذه الانبعاثات؟ الباحثة في مجال حلول مواجهة التغيرات المناخية والعضو المراقب في مؤتمر المناخ ريهام رفعت معنا على الهاتف مباشرة. أهلا بك يا أستاذة ريهام. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة. ماذا فعلت مصر خلال عام تحديدا حتى تواجه أثار التغيرات المناخية، وما الفائدة الاقتصادية التي عادت على الحكومة المصرية جراء هذا الأمر؟ شكرا جدا. أعتقد وأؤمن جدا أن التحول الطاقة المتجددة هو من أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة أنها مصدر نظيف للطاقة بدون أي انبعاثات للغازات الدفيئة زي ثاني أكسيد الكربون، وكمان بيساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. من أهم الفوائد والعوائد الاقتصادية هي خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة. من خلال كوب 27 قدرنا ان احنا نعمل عدد كبير من الشراكات الدوليه، ويعني حشد دعم مادي من اجل مشروعات الطاقه المتجدده، وبلغت التمويلات دي 2 مليار دولار في قطاع الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، وده بيعزز جهود الدوله في مزيج الطاقه، خاصه ان هدف الطاقه عندنا هو 42% بحلول عام 2030. الطاقه المتجدده. طيب دكتور ريهام، حضرتك تحدثتي عن رقم كبير جدا، يعني حضرتك قلتي ان برنامج نوفي بيوفر حوالي 2 مليار دولار لمشروعات الطاقه المتجدده، ده رقم مش بسيط، يعني عايز اعرف الرقم ده يا فندم هيتم الاستفاده بيه ازاي، او هيتم توظيفه ازاي من خلال برنامج نوفي؟ طيب خليني اقول حاجه بس قبل ما هقول الاستفاده. هو برنامج نوفي او منصه نوفي هدفها جمع استثمارات بحوالي 10 مليار دولار بحلول عام 2030 او 2028 تحديدا لتحويل طاقه متجدده بمقدار 10 جيجا وات. احنا في مصر بنقدر دلوقتي نحقق الهدف ان احنا نحول 5 جيجا وات من الطاقه الغير متجدده او المبنيه على الوقود الاحفوري لتحويلها لطاقه متجدده. نجحنا لحد دلوقتي في تحويل 3.7 جيجا وات عن طريق مشروعات مع القطاع الخاص والجهات الدوليه زي البنوك وجهات التمويل الدوليه، في ان احنا نحصل على 3.7 جيجا وات تحويل للطاقه المتجدده. صحيح. طيب انا عايز اتكلم عن نقطه ثانيه، وهي الشراكات مع الجانب الاوروبي. الجانب الاوروبي دائما ما يكون له طلبات، وفي تحديدا فيما يتعلق بمصادر الطاقه التي تمت في الصناعة، وله طلبات أيضا فيما يتعلق بكيفية تحويل هذا الأمر للطاقة المتجددة. الشراكات مع الجانب الأوروبي، وبتكلم بشكل عام، كيف تمت خلال هذا العام من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؟ طيب احنا عندنا عدد كبير عن طريق برنامج نوفي متمثل في جهود وزارة التعاون الدولي للعمل على شراكات مع الاتحاد الاوروبي، وابرزها شراكه بنك الاعمار اي بي ار دي الاعمار والتنميه، ونجحنا في ان احنا نجمع من بنك الاعمار وبنك الاستثمار الاوروبي والشراكه مع هيئه التنميه الفرنسيه عدد من المشروعات، وابرزها مشروع محطه اموند ومحطه ابيدوس وكمان محطة مزرعة الرياح الخاصة بمنطقة خليج السويس 2 بقدرة 504 ميجا وات، ومن خلال ده هنبدأ نشغلها سنة 25 فبراير سنة 2025. التحول ده
كمان منطقه محطه كوم امبو اللي موجوده في اسوان بقدره 200 ميجا وات. الاستثمارات دي بلغت 182 مليون دولار. طبعا بنك اعاده البناء والتنميه يعني بيعمل مع الحكومه المصريه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه وفصل بين التمويل التنموي والتمويل المناخي. ففي مسؤوليه دوليه على البنوك الاوروبيه بدعم التمويل المناخي للتنميه وخفض الانبعاثات، ومن خلال هذه النقطه يعني تعمل البنوك الدوليه على خفض الانبعاثات لانها ملزمه بذلك. صحيح. مع دولها كمان. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ايهام رفعت العضو المراقب بمؤتمر المناخ، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.